انا بدأت باسكت وانا عندي 5 سنين، بس يعني قبليها كنت بلعب جمباز. بعد كده مامتي كانت بتلعب باسكت، فهي اللي خلتني اجرب ان انا اخش العب باسكت وكده. فدخلت مدارس في نادي الشمس لمدة شهر، وبعد كده لعبت مع فرقة 97 عشان ما كانش لسه في فرقة 98، فلعبت معاهم فترة قليلة. وبعد كده بقى دخلت فرقة 98، كانوا عملوا فرقة هناك بس، فدخلت لعبت معاهم. بعد كده ساعة 16 سنة كان في 16 ألف و16 ب، فطلعت 16 ألف على طول. وبعد كده دخلت منتخب مع كابتن وائل دياستي. لما اتخذت مع كابتن وائل دياستي يعني ما كنتش قوي يعني، فهو مشاني على طول. بعد كده بقى ابتديت اخد بقى برايفت مع النادي. بعد كده ده اتكسرت، فقعدت فترة ما بلعبش. بعد كده رجعت تاني، خدت برايفت تاني ومرنت تاني مع النادي، بقى مستواي ابتدى يعلى. بعد كده دخلت مع كابتن شريف عزمي منتخب 97 و96، كان مسافرين كاس عالم ومشيت قبل ما يسافروا ب3 ايام. دي بقى دي اللي كانت وحشه يعني، دي عشان كنت حاسه ان انا خلاص مكمله معاهم بس ما كملتش. دي اللي كانت وحشه، فقعدت مثلا اسبوع في البيت وكان اكتئاب بقى وحاجات كتير. بعد كده جمعوا بقى المنتخب 98، كان هنلعب افريقيا، وكملت بقى في المنتخب ده. بدات بقى اخد برايفت كتير، بقيت مثلا بنزل الصبح بروح البرايفت، بالليل بروح التمرين. بقيت بعمل كده كل يوم، بقيت مركزه في الموضوع قوي. حتى في المنتخب كنا على التمرين صبح وبالليل، كنت عايزه اللي هو اثبت اللي هو لا يعني المفروض اكون في المنتخب وكده، فكنت بتمرن جامد معاهم. وكان عندي اللي هو لا احنا عايزين نعمل حاجه في البطوله دي، ما كانش في دماغي خالص ان انا اخد MVP او اي حاجه. هو كان ربنا يعني كرمني في البطوله دي، عشان عارف ان انا قد ايه تعبت قبل ما نخش المنتخب ده. يعني هو الموضوع بدأ من ساعة ما دخلت المنتخب، الناس ابتدت تشوف ان هو لا في واحدة في المنتخب بتلعب في نادي الشمس، فالموضوع الناس ابتدت تركز في الموضوع ده. احنا ما كناش بننافس على بطولة، بس يعني كنا عايزين مثلا ناخد مركز ثالث رابع في الرينج ده مثلا، بس كنا بنلعب كويس قوي مع بعض. حتى لو كانت اللي هو مستوانا مش قوي، بس كانت روحنا كويسة مع بعض، كنا فاهمين بعض، فده كان بيساعدنا قوي ان احنا نوصل لتارجت كويس، او نوصل ان احنا ناخد مركز كويس في اي بطوله كنا بنخشها. هما بره بيتفرجوا على الماتشات بتاعت كاس عالم وكده، فهم كلموني تقريبا بعد تالت ماتش، كنا بنلعب اسبانيا حاجه زي كده، فهم كلموني بعديها. بس انا قلت لهم لو مش حابه اتكلم في الموضوع دلوقتي لغايه لما خلص البطوله، انا كنت مركزه في البطوله قوي. بعديها كلموني تاني، بس انا قلت لا بصراحه، فما سافرتش بعديها. لما رجعنا دخلت منتخب الفيرست تيم مع كابتن عمرو عاشور، لعبنا بطوله عربيه في القاهره، وبعد كده سافرنا افريقيا مالي. بعد كده جات لي سكولرشيب تاني من نفس الجامعه، فوقتها يعني قررت اللي هو ان انا اسافر يعني الجامعه وكده. اول سنه دي كانت كل حاجه صعبه، ان اتعود على الاكل واتعود على اللغه واتعود على الدراسه بهدلة في التمرين، دي كانت صعبة قوي. بس انا كان معايا رنيم، فهي كانت مسهلة عليا كل حاجة. هي كانت مسافرة قبلها بسنة، أول سنة دي كانت بالنسبة لي لا أنا عايزة أرجع مصر، وكنت بكلم مامتي ورجعيني وأنا مش عايزة أقعد، وكل حاجة كانت صعبة. تاني سنة كانت في نصها لغاية كده النص كده كانت برضه صعبة قوي. بعد كده لا الموضوع ابتدى يبقى عادي، اتعودت على المكان، إن هم اتعودوا عليا، اللغة بقت كويسة، بقت كل حاجة ماشية كويس، تعودت على الأكل وبقوا برضه بينظموا لي أكلي، تعودت على مواعيد التمرين، بقت كل حاجة ماشية كويسة من سنة تانية مثلا لغاية سنة رابعة، كانت كل حاجة ماشية كويسة. بس بعد كده بقى رابع سنة دي كانت اللي هو كنت خلاص بقى أخدت راحتي وخلاص عارفة المكان، حسيت بقى اللي هو لأ يعني دي السنة بتاعتي اللي هو أعمل فيها اللي أنا عايزاه وأبقى مرتاحة في اللي أنا بعمله. كنت على طول اصلا بنقعد في الاوضه بنتكلم مع بعض، وبلاقي حد بقى بيتكلم معايا مصري بقى وكده. فهي كانت لا هي كانت بجد انا كنت مبسوطه انا كنت معاها، وكنا بنسلي بعض جدا، كنت مفتقداها قوي. بس هو الميزه في رابع سنه ان هم البنات اللي جم جداد يعني كانوا كويسين قوي، يعني كنا بنعمل كل حاجه مع بعض، عايزين نخرج بيقولوا لي بنعمل كل حاجه مع بعض، فكانوا برده مسهلين الدنيا، ما كانواش محسسيني ان انا قاعده لوحدي. ف دي حاجة برضو كانت مسهلة الدنيا في آخر سنة.
هما كانوا واثقين فيا، فده كان مديني الراحه بان انا العب براحتي في الملعب واعمل اللي انا عايزاه، ما بمفتيش يعني. فده كان مساعدني ان انا اعمل كل حاجه انا كويسه فيها. هما كانوا مثلا شايفين ان انا كويسه بان انا اخش واشوط وكده، اللي هو قالوا لي اول ما تمسكي الكوره اعملي خشي واعملي اللي انت شايفه ان انت كويسه فيه. فدي كانت حاجه مساعداني ان انا بلعب براحتي، وهما كانوا واثقين فيا، فدي كانت حاجه مخلياني اللي هو لا خلاص العب باريحيه واعمل اللي انا عايزاه. وكمان البنات اللي كانوا معايا كانوا مساعديني قوي، كانوا على طول هما كانوا معايا كويسين قوي، فكانوا مثلا اللي هو لا ادي الكوره للميرال هي هتخش في الوقت ده، فكانت كل حاجه ماشيه كويسه وكل واحده كانت عارفه دورها ايه. فده كان مساعدني قوي ان انا اعرف احقق الحاجات اللي انا وصلت لها دلوقتي. يمكن رابع سنه كنت جبت 30 بوينتس مثلا 4 مرات في السنه، دي كانت حاجه كبيره يعني، وجبت 1000 بوينت تقريبا 1000 وشويه. كنت دخلت في بيكي هامن ليست، دي كانت برضو حاجه كبيره قوي. اخذت كذا مره بلاير اوف ذا ويك، اخذت تقريبا 3 مرات. كنت في اخر بقى دخلوني الاول كونفرنس فيرست تيم، وكنت دخلت الاول كونفرنس ديفنسيف تيم، فدي كانت حاجه كويسه يعني. فدي الحاجات اللي انا انجزتها. لا هما ما كانوش بيعترضوا، وانا ما كنتش بنزل عشان انا كنت بحب انزل العب معاهم، عشان كنت بحب ان انا انزل العب مع فرقتي، هما صحابي قوي، فكنت اللي هو لا لو عندي فرصه ان انا انزل والعب معاهم شويه لا عادي ما عنديش مشكله. انا اصلا كنت بقاوح ان انا افضل انزل بدري كل سنه علشان اللي هو انزل الحق العب معاهم شويه. فلا هما في الجامعه ما كانوش بيعترضوا على اي حاجه، اللي هو لا انزلي والعبي وتمرني واعملي اللي انت عايزاه، وهو يعني لو اتصبت هيبقى حاجه يعني ربنا يعني كاتبها. فلا كان عادي. كان في كده جيم لعبناه مثلا 3 اوفر تايم، وجبت الثلاثيه في الاخر وكسبنا الجيم. دي كانت اهم واحده، دي كانت حلوه قوي، دي كانت حلوه قوي بالنسبه لي. وفي جيم برضو اخر في السنه الرابعه دي، كان الجيم درو، واحده جبت الباسكت كسبنا بيه. وبعد كده ده برضو كان تاني جيم، فالاثنين دول كانوا احلى 2.